السلام عليكم، حكوا شباب، معكم ايوب. طبعا شباب انتم شايفين في هذا المقطع قررت اعلمك عزيزي المشاهد ايش هو افضل سلاح رشاش في اللعبه وليش. طبعا استنوا شوي. اوكي تمام، هسه بقدر اعلمكم. طبعا عزيزي المشاهد، اذا انت خبير في الالعاب زي ما انا خبير في كل الالعاب كلهم، بدك تعرف انه كل لعبه لازم يكون لازم تعرف انه كل الاسلحه في اللعبه لازم تكون متساويه في القوه. طبعا اللعبه خبصت في كم من سلاح، تايتن، سبيتفاير، سواغ، ICR7، وكثير اسلحه، يعني في كثير اسلحه مكسوره. بس عزيزي المشاهد اعطيك معلومه انت ما بتعرفها، كمان 11 يوم راح ينزل التحديث الجديد للعبه بلاك اوبس 4، وراح ينزل معه التحديث اللي بيصلح كل الاسلحه. هذا الاشي حكته الشركه، ف كل الأسلحة اللي أنت بتحبها اللي بتلعب فيها سبيتفاير، ICR7، تايتن، كلها راح تتدمر. يعني مش راح تتدمر بس راح يضعفوها. فأنا هسه راح أعطيك أقوى سلاح وراح يصير لسه أقوى بكثير في المستقبل. ليش؟ لأنه اللعبة شايفته عادي بس هو مش عادي. هذا سلاح بكل بساطة زي ما أنت شايف الـ ABR223. طبعًا ليش هذا السلاح هو أقوى رشاش في اللعبة؟ ليش بحكي رشاش؟ لأنه افضل سلاح في التاريخ طبعا راح يضل اوجر دي ام ار. ليش هذا السلاح اقوى سلاح في اللعبه؟ لانه ببساطه نقطه ضعف هذا السلاح انه بيرست، يعني انه بطخ 3 رصاصات في المره، بعدها بوقف بعدها ارجع طخ 3. بس مره تضيف عليه الاوبريتور مود تبعه اللي هو اسمه ريبيتر، بصير رشاش عادي وبصير يضل يطخ ورا بعض وبصير يسرع مع كل طلقه. فهيك بتروح نقطه ضعف السلاح وبصير هذا السلاح اقوى سلاح في اللعبه. هلا راح افرجيكم شويه لعب فيه واحكي لكم وابين لكم انه هذا السلاح هو الفعل اقوى سلاح في اللعبه. خلينا نبلش. دخلنا في جيم اصلا كعب باللعب، فمضطر اني احمل هذا الفريق للفوز، هذا الفريق الفاشل. اوه ايزي، اوكي متت. غدره. اها شايفك يا هلس. اوه تو ايزي، في كمان هالعدو هنا. اوه ايزي بوي، ايزي، موت يا هاكر. سومبرا، ها سومبرا، وين بقيت الاعداء؟ مش شايف حدا. اوه تو ايزي، حاول اجين. شو كعب طخ من جوا الحيط، سلامات. اوه في عدو قدامي صح؟ تعال كرب من جوا الحيط بطخ تايتن. صح عادي مش مشكله. تايتن راح يجي نيرف، السلاح راح يتدمر. استنى شوي انت بس عم يجي التحديث. تحكوا ليش انت فاشل؟ اللي بلعب ابيكس اسبوع، من زمان ما لعبت اللعبه عشان هيك. لا اوكي تهرب، اهرب غبي، اهرب. شايفين هذا السكن صار يطلع اجنحه؟ شايفين كيف اجنحته صار بتطلع الوان، يعني شيء حلو. في عدو هنا كانت احلف مش it was at this moment that he knew. بعرف ايش قاعد بطلع السلاح بابهى صوره حاليا، بس السلاح قوي كثير. وو او لا ولا كلب، قتلت صاحبي وصاحبي سرق الكتلة. يلا مش مشكلة. تبا لك. نو ايزي كيلز، ايزي بويز. صحيح امبارح كان الفالنتاين دي، فعشان هيك موجود دبل اكس بي، وموجود دبل اكس بي، شو دبل اكس بي على كل شيء. فاني ادخل هسه اللعبة والعب لك شوي، بجوز تصير محترف زيي. سلاح نار، مرة يصير سريع، يا الله بصير خرافي بشكل مش طبيعي. مرة يصير يسرع ببطل يتوقف، إذا صار سريع بصير يجنن. بس متت، بس بصير بجنن. وات؟ لحظة شوي، هذا بني آدم كان معاه أوجر. أنا حكيت هذا السلاح أقوى رشاش، بس أقوى سلاح بكل تأكيد أوجر ديامار. فيش أسلحة أفضل من أوجر في كل اللعبة. اوجر افضل سلاح في كل اللعبه، اشي واضح هالحكي. هاي مسلمات. ها تحاول تقتلني؟ انا لاعب سكاكين محترف. كيفوك؟ اوكي انت معك السكين. صاش! عن جد خلص رصاصي. ها! يا الله فكرت هذا هو، طلع واحد ثاني. كعب القتلني كان بيلعب بسواق، سواق برضه سلاح راح يصير له نيرف. بكل بساطة أي سلاح بقتلني راح يصير له نيرف، إلا أوجر سلاح بجنن. في حد هان صح؟
هيو كنت حاسس. وينكو؟ هياك شو بتعمل فوق حبيبي؟ هكرتني. هاي 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 سكاكين سكاكين، روح ارجع دارك. مش انا اللي بنكتل بسكين، انا بنكتل بس بسلاح مكسور او سلاح او بي. اوه سكين، وين راح؟ بقدرش يجي من هان، اذا اكيد راح يجي من هان. اوه باي، لا 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 رجع. لا سكين، بطلب الاش. لا 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 تحكيش منزلش، تحكيش منزلش، منزل صح؟ اخر مرة حاولت انزل باكج صار فيا هيك، زي ما انتم شايفين حاليا في الصورة. ايش طلعت؟ ثراشر ياس بوي. تعذبوا هسه، كمان مليون كل ولا كل، اوكي شكرا لعبة. راح يجي عليه تبع السكين، اهرب. كمان واحد، اوه خلص الرصاص. لو اني حاط اكستندد ماج بس مش حاطط. هووو اربع كلات. فوف ثراشر بتجنن يا رجل، ايش هذا؟ اوه يس كعب ببدع، كعب ببدع. ايم اون فاير، تعرف راح استعمل فاير خلاص. انا كعب ببدع، شو تسوي؟ انا على ستريك خلاص، لازم اكمل ابداعاتي. اوف كمان اثنين لازم تبع السكين. اوكي ام دومت ام دومت ام دومت، ما تخنيش. شو بتخوص علي؟ شو 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 بتسوي انت حمار؟ انت حمار تحاول يعني تعمل ترول علي؟ مش انا اللي بصير فيه هيك اشي، انا محترف. طلع انت اوكي شت. اوه هالسلاح يا اخوة مش طبيعي. طلع 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 جناحاتي ازرق واحمر. في عدو هان، شفتك اطلع لي. اوه يس، عشان هيك بحب هذا السلاح. سرعته بتصير مش بصير اسرع من سبيت فاير، اوكي مش هالدرجة بس بصير زي سرعة تقريبا. اوكي راح استعمل الاشي تبعي. اعطيني كمان. اوه هذا سكت. في حد فوق. واو مسعود، واو 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 مسعود، ولا رصاصة من مشت كامل. واو هايو هايو. هذا السكين. اوه شو صار تبع السكين؟ ما زبطتش معك؟ ليش؟ ليش ما زبطتش معك؟ ايزي ايزي وينز ايزي. كم كل؟ 46 كل و22 ديث، يعني تقريبا الدبل. الكي دي عندي 2 وشي تقريبا. اوكي تمام جيم 2 والجيم الاخير ان شاء الله في هذا الدعس. اوكي بلعب اوجر دي ام ار. اوجر دي ام ار هو اقوى سلاح في اللعبه. اذا واحد قتلني باوجر دي ام ار انا موافق، فيش عندي اي مشكله. شايفين مثلا صاحبي كان بيلعب باوجر، اوجر افضل سلاح في اللعبه. لو كنت بقدر اختار سلاح واحد عمره ما ينحذف من اللعبه او يكون موجود في كل لعب كول اوف ديوتي راح يكون اوجر. اوه لا هاو شايت، تخنيش، حاول تخني تخنيش. ايزي وان مور وان مور ايزي، ما ماتش بس ايزي. على كل حال هاي مات. معقول يسووا نيرف لاوجر تبعي؟ اذا سووا نيرف لسلاح اوجر انا راح اعتز لعبه بلاك اوبس 4. ايزي شو فكر لحالك؟ ها ها بيزنت. اها ايه زبالة الحزالة. لا ايه زبالة. اها شو بتسوي حبيبي؟ ها شو بتسوي؟ شو بتسوي؟ هذا ليس مكانك، هذا ليس مكانك رعاك الله. اوكي شت هذا مكانك. قتلني بوجر، هذا محترف. في عدو هان هان. في هو هيد شوت. راح يجيني من هان ولا راح تجيني؟ هيا جاني. ايزي، مين فكر حالك انت هاجم علي؟ انا محترف هالاشياء. انك انت تكرب علي هذا يعني موتك 100%. اوكي بس ممكن تجيني غدرة، إذا جتني غدرة بيكون شيء ثاني. وين رايحة؟ إيش هام؟ عن جد؟ أغوص معك؟ راح أوصل لأعماق جديدة. لا 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 لا
شو تسوي تهان؟ شو تسوي؟ شو صار؟ لحقوا لحق لحقوا ليش هيك؟ شو صار مش عارف. دمجتهم كثير دمجتهم كثير. موتوا 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 رجاء. قتلتهم. انا اللي عملت كل هذا الشت بمساعدتي. راح اجيهم غدره كمان مره. طلعوا شباب. يس جبت اثنين. غدرت اثنين تمام. اذا جبت هيد شوتس بهذا السلاح بصير خرافي بشكل مش طبيعي. اوكي 28 ل 16 خلص نص الجيم مش بطال بس بقدر اجيب احسن. بقدر اجيب احسن. اوكي بس هيك كل سريع متخفي. اوكي اوكي تعرف راح ارمي هذه هان وراح الحقها. جان شيب من وين اجيهم؟ جان شيب. تخبوا تخبوا. دبل تريبل 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 تريبل. دبل بس برا حي. ما خفش حتى ما استعملتهاش. اوكي بنكمل نلحق فيها بالراحه. اوكي عم عملت له الهاء منيح. يلا فعلنا الالت. واو بوم بوم برا بوم 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 بوم. مش شايف كيف الحركة زبطت. كنت راح تكون واحد ميت بس خلص الجيم. المهم 45 كيل. اوكي خلينا ننهي الجيم بان بكل بساطة نعمل برستيج لان طول هذا الوقت مش عامل برستيج وقاعد بلعب على الفاضي. فنروح. طبعا انا اكثر شعار بحبه اللي هو شعار برستيج 3. طلع عليه شو خرافي فايكنج واشياء. شعار برستيج 4 هو اسوأ شعار في الدنيا. مش عارف ليش بس بخزي. يلا ندخل برستيج على اي حال. مش مشكلة. رجعنا ليفل 1 برستيج 4. سنة 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 سنة. وين رايح؟ وين رايح؟ شايف تحت؟ تحت في محلها مش متأكد. في زر اشتراك. زر لايك. حطك وين ما تروح. خلينا نوصل هذا المقطع لايكين. لايكين منيح. وبس هذا هو. أنا ساعدتك كثير. ساعدني واعطيك اشتراك. شت كسرت الكاميرا. بس الله كان معاكم يا ابو. السلام عليكم.